هل مطلوب انه احنا نروح ننفذ لايران ما تريده ايران من اجنده على حساب علاقتنا مع المجتمع الدولي؟ انا اعتقد ان الحكومه وبالذات السيد المالكي سيرتكب خطا فظيع بحق العراقيين اولا، وبحق اناس لا حول ولا قوه له عندما يهاجم معسكر اشرف مره ثانيه، وعندما يقتل منهم مره ثانيه. وهذه ستكون هناك قطيعه بيننا وبين العالم. اليوم العالم كله يقول هؤلاء محميين وفق اتفاقيه جنيف الرابعه، واحنا وصلنا اليوم ويا المفوضيه الساميه لحقوق اللاجئين الى اتفاقات جيده في انه يقولهم مكان اخر خارج العراق، وبدأوا بالعمل لتسجيلهم واحد واحد. لكن هذا الموضوع يحتاج وقت، ما راح يقدر يخلصوهم شهر أو شهرين. أن نضع مدة ونقول في هذا التاريخ إذا ما طلعوا احنا راح نقتل، احنا راح نسفك دماء، احنا راح نجر البلد إلى معارك مع دول العالم، هذا الموضوع غير صحيح. وبالمناسبة أكرر، هذا القرار يجب أن لا يكون قرار لشخص، وإنما قرار يهم العراقيين كلهم. اللي يريد يتخذه خلي يفكر بسمعة العراق وسمعة العراقيين وتاريخ العراق وتاريخ العراقيين وكرم العرب وأخلاق العرب باعتبارهم ضيوف، لا يجوز التعامل معهم بالطريقة التي تم التعامل معهم سابقا بها أو بطريقة أخرى. هذه مو شيمتنا احنا كعراقيين ولا شيمتنا كعرب. وإذا الموضوع يتحمل لست أشهر أو سنة إضافية حتى نخلص من الموضوع بطريقة إنسانية.